أنا نجوى مهدي، فنانة تشكيلية. قطعة الأساس اللي أنا بحبها، سواء إن أنا اشتريتها أو إن أنا عايزة اشتريها أو إن أنا ورثتها من حد عزيز عليا وعايزاها تفضل معايا، إزاي أبني الأوضة حواليها بحيث إن هي تبقى الماستر بيس وفي النقطة الذهبية في المكان. يعني أول ما أدخل المكان عيني هتقع في منطقة معينة، فأنا ده المكان اللي عايزة أظهر فيه القطعة العزيزة عليا، سواء كانت لوحة، سواء كانت قطعة أساس، سواء كانت تحفة، تمثال، أي حاجة زي كده. بختار قطعة الأساس اللي أنا محببة ليا، سواء كنت اشتريتها أو ورثتها من حد حبيب عليا قوي، أو لوحة شفتها في معرض وأنا حاسة إن هي دي الماستر بيس بتاعتي، هي دي اللي أنا لاقية نفسي فيها، فبحطها في المكان اللي يكون يعتبر اسمه الجولدن باين في الأوضة. أول ما حد بيدخل المكان أو الزائر بيبقى عينه بتقع عليها، هي دي الحتة اللي أنا أحط فيها الحاجة اللي أنا عايزة أبرزها، وابتدي أبني حواليها بقى الكنبة بتاعتي هتبقى فين، إذا كان ليفينج روم هيبقى تلفزيوني فين، هيبقى الترابيزة فين، إذا كان عندي منظر طبيعي فأنا هبقى قاعدة مثلا وشي للمنظر ده أو أنا وشي للوحة اللي أنا اشتريتها دي. يعني لازم نبقى يعني ما نجيبش مثلا لوحة لايقة على الكنبة، لا، احنا نختار الحاجات اللي هي الاوريجينال والحلوه واللي ليها تاريخ واللي ليها تفاعل معانا، ونبتدي نبني عليها احتياجاتنا اليوميه في المكان اللي انا المعيشه بتاعي. لو انا عندي لوحه عجبتني فانا مثلا الستايل بتاعها يا مثلا زي ده ورق بردي وعليه حروف اسلامي، فهي فيها تجمع بين المصري والعربي وكده، انا عايزه ابني عليها، احطها في الحيطه اللي هي الكبيره الواضحه في الدخول، وابتدي بقى اقتني حاجات تليق معاها بحيث ان هي مثلا عربي، انا بحب الستايل العربي، هبتدي بقى اشوف مثلا نجف عربي، كرسي، ممكن كنبه تبقى مودرن بس عليها الكوشنز مثلا عربي لايقه مع اللوحه اللي انا عجباني دي، ترابيزه، يعني ابتدي اكون المكونات في الاوضه، بس البطل بتاعي برضو يفضل اللوحة اللي هي الستايل بتاعها عربي ومصري قديم، واللي أنا عايزة أعبر بيه إن أنا عن شخصيتي. فلو أنا عندي سجادة أنتيك أو ورساها أو شارياها أو كده، أنا ببقى عايزة أظهرها، فهجيبها في المكان اللي هو مهم برضو في البيت يبان، وما أجيش أحط عليه بقى ترابيزة أقفل كل المنظر أو الكنب أو كده، أخليها باين، ممكن مثلا ترابيزة إزاز وابقى شايفه السجاده ومستمتعه بشكلها من تحتيها. ده اللي الركن ده اللي هو فيه بايو قديم، برضو بنلاقيه في بيوتنا كتير وبيوت الاهل بالذات، فده يعني برضو ممكن نستعمله، بيبقى ليه ادراج عاده ممكن نشيل في حاجتنا ونحط عليه حاجات ديكار ويمشي برضو مع المودرن، واحنا كل بيوت اهلنا مليانة الحاجات دي، فاتمنى ان الشباب يحبوا يقتنوها اولا تحمل ذكرى وتبقى شكلها حلو وتدي قيمة في البيت جميلة.